الأمير باريس غيوقع في الحب ديال هيلين اللي كاينه في الطرف الآخر من الجيش. السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من حلقة تشد ستون. هاد البرنامج اللي غنديروه في رمضان غنبداو نعود لكم فيه قصص تاريخية وأساطير وروايات. فاليوم غنهضروا على رواية حصان طروادة، بحيث أن وقعت القصة في مدينة طروادة اللي كاينه حاليا دابا في تركيا. فعلى ذكر هاد الشيء كيقول واحد المثل: ما يكسب باللطف لا يكسب بالعنف. شنو كيدير لنا هذا الشيء؟ كيدير لنا على ان الانسان في بعض الاحيان يقدر يوصل شي حاجه غير بالحيله وبالذكاء، ماشي بالضروره انه يستخدم القوه ديالو والجبروت ديالو باش انه ياخذ داك الشيء اللي بغى. فهاد القصه كتبين لنا هذا الشيء وكتبين لنا هذه المقوله وكتجسدها لنا بواحد الطريقه 100%. وقعت هذه الحرب ما بين الطرواديين والاغريق. فهاد الدولة كانت كيحكمها ملكين، هما هكتور وباريس. نتمنى ان يكون قلت سميات بالطريقه ديالهم اللي كننطقوا. اضافه الى هاد الاسطوره وهاد الروايه خرج عليها واحد الفيلم في 2004 سميتو تروي. هاد الفيلم اللي كيعاود لنا هاد الاحداث، واللي ما مفرش فيه نصحوا انه يتفرج باش يفهم هاد القصه اللي كنعاود لكم دابا. الامير باريس غيوقع في الحب ديال هيلين اللي كاينه في الطرف الاخر من الجيش، واللي هي ملكه مملكه اسبارتا، اللي قام بالاختطاف ديالو وهنا غتبدا القوه وديك الساعه ديال الحرب اللي غتنوض بيناتهم. فمن الطرواديين اختطفوا الاغريق الملكه ديالهم هيلين، غيشتعل الحرب ديالهم وغينوضوا باش يهاجموا عليهم. فهاجموا الاغريق مدينه طرواد بالقوه ديالهم، وديك الساعه كان عندهم واحد الجيش اللي قوي وحاصروا المدينه. ولكن ديك الساعه المدينه طرواد كانت من اقوى المدن من حيث ان الكثافه ديال الجيش، وكانوا ديك الساعه محاصرين الجيش ما يستطاعوش ديك الساعة الإغريق باش أنهم يدخلوا لها، بحيث أن استمر الحصار ديال مدينة طروادة لمدة كيتجاوز الوقت ديالها 10 سنين، والإغريق ما استطاعوش أنهم يقتحموا مدينة طروادة طوال مدة 10 سنين. ولكن واحد الشخص غينوض من الإغريق سميتو إيبيوس غيطيح عليهم واحد الفكرة كيفاش أنهم يستطيعوا أنهم يجيبوا الملكة ويدخلوا ويقتلوا الجيوش الآخرين. وهذه الفكرة هي اللي غتكون النهاية ديال هذا الحصار اللي دام 10 سنين. من بعد ديك الساعة غيقترح لهم فكرة ديال انهم يصابوا واحد الحصان خشبي. هذا الحصان الخشبي شنو فيه؟ هذا الحصان الخشبي غيحاولوا انهم يصموه الطول ديالو يكون طويل باش يهز لهم واحد العدد كبير من الجيوش. وهذا الحدث هو اللي غيقلب لنا الموازين ديال المعركة وديك الساعة ديال السطو رأسا على عقب، وغيكون هذا هو النهاية ديال هذا الحصار الطويل. أرى لي نعرفوا كيفاش غاديين يدخلوا هذاك الحصان للمملكة والقلعة ديالهم باش يسطوا عليهم يردوا الملكة اللي اختطفوها ليه. كان الطول ديال حصان طروادة اللي صيبوه كيبلغ 18 متر، اي ما يعادل مبنى 5 طوابق، وبلغ الوزن ديالو وهو فارغ مملوءش بالجيوش 3 اطنان. ولحد الان في التاريخ يعد حصان طروادة اعظم بناء بشري بطبيعة الحال من الخشب، وصموا الجيوش باش يكون انه فارغ من الداخل باش يستطيع انه يهز عدد كبير من الجيوش، واتفقوا باش انهم يديروا لنا واحد الجيوش اللي كيكونوا ماهرين في القتال ومدربين بزاف باش يدخلوا في داك الحصان. ماشي اي واحد من الجيش انه يستطيع يدخل. مشاو عزلوا النقيلات ديال الجيوش باش يدخلوا في داك الحصان باش يستطيعوا انهم يغلبوا الجيش الاخر. وتزعمهم قائد الجيش اوديسيوس، أرى لي الجيش ديال الإغريق غاديين يفكروا أنهم يبعثوا واحد الجزء من الجيش ديالهم باش يحاولوا أنهم يتطفلوا على الطرواديين باش أنهم يتضاروا على أنهم ماتوا، ولكن غيخلوا لهم واحد سوفونير كيف ما كنقولوا، واحد الذكرى باش أنهم يبقوا عاقلين هنا ويقولوا على أنهم راه استسلموا في ذاك الحرب وحنا اللي غلبناهم. وفاش غاديين ينسحبوا ذوك الجيوش الإغريقيين غيخلوا معاهم ذاك الحصان اللي بنوه وعامر بالجيوش، وغيعتبروا الطرواديين على انه رساله سلام ورساله صلح بيناتهم، وعلى انهم هما الاقوى هما اللي ربحوا الطرف الاخر اللي هو الاغريق والجيش ديالو، ودخلوا الحصان للقلعه. من بعد غادي يحتفلوا الجيوش الطرواديين بهذا الحصان وغيبداو يديروا حفلات بيناتهم، غيشربوا فيها الخمر، غادي ينشطوا، غادي الرقص والغناء، بزاف ديال الحوايج غيطراو في ديك الليله بمثابه النصر اللي حقوه. ولكن ارى لي سيدي عليك الجيش مخبين لداخل، مخبين في الحصان، باغين غير يتسناو الفرصه فين الجيش الاخر ينعسوا ويسطوا عليهم. وانتظر زعيم الجيش اوديسيوس الفرصه المناسبه باش انه يهجم عليهم، ما يبقى فيهم حتى واحد ديك الساعه مازال على قيد الحياه. وتسناو حتى طاح الظلام، اوديسيوس خرج الجيش ديالو وسطوا عليهم وهزموهم بطبيعه الحال في اخر المطاف. وهاد حصان طروادة اللي بنوه ما ساهمش فقط في انهم ينتصروا، ولكن بقى واحد المعلمه تاريخيه، بقاو ديك الساعه الناس
كيرجعوا لذاك المكان اللي طرا فيه داك الحرب، وبقات القصص والروايه ديال حصان طرواده الى يومنا دابا، ودابا كنعاود لكم الى يومنا الحالي الناس كيعاودوها جيلا بعد جيل. الى كنت اول مره كتشوف القناه ديالي ضغط على لايك وسبسكرايب باش يوصلكم فيديوهات جديده ديالي كنعاود فيهم قصص اساطير تاريخيه. كان معكم عبد الرزاق توفيق، نتلاقاو في فيديو